يا ريت أنبا تئودوروس اللي هو بطرق لأقباط الأرثوذكس لو سمحت. أوس إيدك عشان خاطر ربنا، ربنا لم يقبل كلمة يساوي. يساوي يعني ده بلاطة زي بلاطة، ما ينفعش. هو ما قبلش التفسير بتاعنا، طب نعمل ايه؟ نسمع كلامه ولا يعني تصميه الاول؟ النهارده الايه اللي موجوده على جيسس في الكمبيوتر بيقول ان العناد قصاد ربنا عباره عن ايه؟ الجسيس سامح بتاع جسر الدباره ما رضاش يعني. قلت له انت ما حصلتش المسلمين بيحترموا ست العدل، هي قالت على روحها. قلت له الروح القدس قال ان الانجيل اتكتب كله بالروح القدس، ما ينفعش كده. انا طلعت من جسر الدباره بحب الترانيم جدا زمان، يعني كنت بروح دلوقتي خلاص الحمد لله لزجت القلب اهي الحمد لله مفيصه صلي لي. فالمهم ايه، رحت طلعت لقيت عربيه اسعاف جايه على ما رحت عبد المنعم رياض ستيشن دلوقتي. يقول ام الله ام الله، ما يعنيتش انا شعب الله، يعني يعني اطيع الله. العناد عناد فرعون، عناد اي حد، ما هو الا نزع الله من الحكم ونزع الله من قلب ربنا. بلاش تخلي ربنا ينزعنا من قلبه عشان خاطر ربنا. لو انت بتحب ربنا عشان خاطر شعبك، عشان لما شفت البابا شنو جاي يسلم كان لبس ابيض، اه بس ابيض زي ده ابيض مش منور، لو سمحت لو سمحت. اصل الناس الرسول قال لي ورحت قلت الانبا بشوي قال لي نام كويس وانت تتغطي، ما ينفعش. عانيتش قصاد ربنا، وما قالش في الانجيل ان ده في نفس المجد، في نفس المجد. شوفوا الروم الارثوذكس حاطين ايه، نفس الايمان. ربنا بيرفضنا احنا ليه؟ وهو بيطلعنا من نور ليوم الخمسين طلع للكل. ابوس ايدك لو سمحت عشان خاطر بابا يسوع.